الاشياء اللي كانت يجيبها البحر على الشط، من لعب، من اشياء مرميه يعني، جمعت اعمل فيها اشكال، وهي الاشكال هيدي اللي خلتني سير بحلم بشيء اسمه فن. ما في حدود باللوحة عندي. بحب الحياة، طالما بحب الحياة يعني الفن منه بعيدة عنه أبدا. مثل ما فتش على إشي حلوة فوق الماي، كنت فتش على إشي حلوة تحت الماي كمان، يحكيني بالألوان تبعه، يحكيني بالحركة الماي. بتعرف تلبس الضوء الطبيعة، بتعرف تتعاطى معك، بتخلي حسك يقوى. تعذبت اول شيء لان الناس ما فهمتني، بيقولوا هيدا شو عم يعمل، عم يضيع وقت. بس كنت اتعذب تجيب الالوان، تجيب الاشياء هيدي، ما يكون معي مصاري، لان احنا عائله كبيره وما وصلت بالهين يعني. اشتغلت كتير اشياء تجمع مشان الوان، كنت اشتغل شغيل عادي يعني، بالبطون، بالعمار، بالكنس، كان عندي استمراريه على طول. يعني الواحد بالفن بلبنان بده يتعب كتير على حاله بالأول، وبس لابد ما يلاقي طريق يعني.